خلينا نبتدي بالأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع لاستعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة اللي فاتت، وأهم المستهدفات الاقتصادية وجود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية. كمان امبارح منا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع الحكومة، تم استعراض الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وقال رئيس الوزراء إن المبادرة دي بتحظى باهتمام القيادة السياسية، وسيادة الرئيس وجه بمواصلة التعاون المكثف ما بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار هذه المبادرة. الهدف من ده إيه؟ هو التخفيف من الأعباء على كاهل المواطن. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية. تناول الاجتماع استعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، كما اطلع سيادة الرئيس على أهم المستهدفات الاقتصادية وجهود التعاون في هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة، وتم استعراض الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وأكد رئيس الوزراء إن هذه المبادرة ذات أولوية متقدمة على أجندة الحكومة حالياً، وبيتم متابعة تنفيذها بشكل دائم كما تحظى باهتمام القيادة السياسية، حيث وجه الرئيس اليوم بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار هذه المبادرة وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من الأعباء على المواطنين. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تعاون بين هيئة قناة السويس وشركة بلدنا القطرية في مجال الأمن الغذائي. تنظم مذكرة التعاون مجالات التعاون المبدئية لإنتاج وتصنيع الألبان في مصر بحجم استثمارات يصل ل 1.5 مليار دولار وتدشين مزرعة أبقار بطاقة مبدئية 20 ألف رأس من الأبقار الحلوب بهدف إنتاج 300 مليون لتر من الحليب سنوياً، بالإضافة إلى استزراع 280 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد من أجل توفير الأعلاف والمنتجات الزراعية لتغطية الاحتياجات اللازمة للمشروع وللاستخدام المحلي والتصدير. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد الندوة الاستراتيجية للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان آفاق بناء وتطوير الجيش المصري خلال 50 عام اعتباراً من انتصارات أكتوبر 1973، واللي نفذها مركز الدراسات الاستراتيجية في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 2022-2023. وفي نهاية الندوة نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للحضور، مؤكداً حرص القوات المسلحة على المشاركة في تقديم رؤى لمواجهة التطورات الطارئة والمؤثرة، ومشيداً بالجهد المبذول في الندوة وأهميتها في دعم جهود الدولة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة.